السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب طلاب بالصف السادس الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسمنا صبحي وانتم دلوقتي على قناة يوسف آسر تي في. ان شاء الله في الفيديو ده هنقرأ مع بعض كلمات الدرس الاول في يونت 2 ليسن 1 ان يونت 2 صفحة 63. ادي صفحة 63، يلا الصفحة دي معايا، يلا نقرأ مع بعض الكلمات. نحل كمان التدريبات اللي هتكون صفحة 67 68 69. يلا نبدأ كده ونقرأ مع بعض بسم الله. قبل ما نبدأ يلا دوس لايك دلوقتي علشان يوصلك كل فيديو جديد، ودوس اشتراك اشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد، اما اللايك ده عشان تدعمني. طب يلا بسم الله. اول حاجة هنا عندنا كلمة متوتر، طبعا دي adjectives يعني صفات، يعني ايه الصفات. هناخد بقى الصفات دلوقتي مع بعض، لازم تحفظها كويس جدا. هردد الكلمة كذا مرة وانت ردد ورايا علشان تحفظها وتخرج وانت محصل اكبر قدر من الدرس. طيب بسم الله، عندنا كلمة متوتر nervous. هادئ calm. quiet. calm quiet. خجول shy. طبعا كل كلمة من دي لها التعريف بتاعها اللي انت لازم تكون عارفه كويس. مؤدب polite. منظم او مرتب organized. tidy. organized. tidy. لطيف او جميل nice. طيب تعال نشوف المربع التاني، عندي كلمة ماهر او شاطر او ذكي clever او intelligent. فوضوي او غير منظم messy. عطوف kind. ودود friendly. طيب متعاون او مساعد او مفيد helpful. طيب عندي كلمة مضحك أو مرح funny. طيب تعال نشوف other words، كلمات تانية. عندنا كلمة طالب student. هيا come on. استراحة أو فسحة break. بالفعل already. شخصية personality. احترام او يحترم respect. مسترخي relaxed. الكتب الدراسية text books.
طيب اضافي او زائد اكسترا 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 نسخه كوبي 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 ورق الاسئله ورك شيت 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 طيب حقا او جدا really 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 كلمة يأخذك في جولة take you around take you around take you around 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 صديق friend 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 طيب خلي بالك بقى عايزين هنا اقولك على حاجة مهمة جدا اول ما تلاقي عندك كلمة friendly يعني ودود على طول يبقى nice او helpful يبقى اول ما تلاقي كلمة helpful او nice يبقى friendly على طول ودود طب كلمة شاي خجول شاي خجول دي يعني بيتحرج او بيبقى قلقان وهو بيتكلم مع الناس يبقى خجول هيبقى worried كلمة worried worried وكمان كلمة quiet اللي هو هادئ worried و quiet قلقان وبيبقى في نفس الوقت هادي يبقى ده شاي خجول طيب عندك كلمة clever اول ما تلاقي كلمة intelligent دي يعني ذكي بتساوي clever يبقى intelligent clever و clever intelligent تمام لازم تحفظهم يعني الكلمة اللي انا حطيت لك عليها دايرة دي انت لازم تكون عارفها كويس او ان هي بتساوي الكلمة التعريف يعني الكلمة دي ده التعريف بتاعها طيب كلمة مؤدب polite طب البولايت ده ايه speaks carefully يعني بيتكلم بحرص and correctly بطريقة صحيحة shows respect ودي أهم حاجة اللي هو يظهر الاحترام respect يبقى أول ما تلاقي كلمة respect يبقى polite respect polite طب يعني إيه respect يعني يحترم أو محترم respect يحترم يبقى show respect يظهر الاحترام طيب ميسي فوضوي طب الفوضوي ده بيكون ايه مش مرتب طب فين مش دي اللي هي not يبقى not tidy او not organized ليس مرتب اول ما تلاقي not tidy يبقى ميسي فوضوي طب كلمة organized يعني مرتب بتساوي كلمة tidy او careful careful حريص والمرتب ده بيبقى حريص ان كل حاجة بتبقى مترتبة او منظمة يبقى لو لقيت كلمة tidy او careful يبقى مرتب او منظم كلمة nervous nervous يعني قلقان يعني ما بيبقاش هادي يبقى nervous بتساوي worried او not calm ليس هادئ طيب تعالى نقلب الصفحة ونكمل تعالى بقى نحل مع بعض كده ما تنساش اللايك يلا ادي لايك دلوقتي علشان ما تنساش طيب لازم تكون انت حل الاسئله الاول يعني انت تكون حل الاسئله الاول بالرصاص وبعد كده اتاكد من حلك معايا تشوف انت حليت كام واحده صح كام واحده غلط وزي ما قلت الغلط لما تيجي تذاكره ذاكره بالورقه والقلم تاني الانجليزي لازم ورقه وقلم ما ينفعش الانجليزي شفوي كده مش بيتحفظ كده بالعين تمام طيب تعالى نشوف كده الليسن نص الاستماع انا حليته لك اهو بيقول لي هنا عادل is a new عادل يكون ايه جديد يبقى student new student يعني طالب جديد ماله بقى الطالب الجديد ده at السلام primary school في مدرسة ايه السلام طيب عندي هنا number 2 بيقول لي حاتم is very حاتم يكون ايه clever يعني شاطر او ماهر نمبر 3 حاتم is good at math حاتم يكون جيد في الماس في الرياضيات نمبر 4 حاتم stays with عادل at يعني حاتم بيقعد مع عادل فين بقى في البريك في الفسحة كلهم ايه بي طيب تعالى نشوف كده تشوز اقرأ نقرأ بقى ون كل كلمة انا هترجمها لك فالكلمة اللي انت مش عارفها حط فوقها العربي واحفظها كويس جدا علشان بتيجي وبتكرر كتير في الأسئلة بيقولي بقى number one he is very هو يكون ايه he shows respect انا لسه قايله لك دلوقتي اول ما تلاقي shows respect يعني يظهر احترام يبقى polite مؤدب يبقى كلمة احنا حطينا عليها دايرة اللي هو respect بتساوي كلمة polite يبقى محترم يبقى مؤدب المحترم مؤدب
طيب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي عمرو is the boy, عمرو الولد الذي is my best, يكون my best ايه؟ يبقى my best friend, يبقى صديقي المفضل, ما ينفعش حاجة تانية. طيب نمبر 3 بيقول لي هنا علي is always, علي دائما يكون at school work, good at school work, يبقى علي is always good at school work, he is, يبقى علي دايما بيكون good, جيد في المدرسة, في عمل المدرسة, يبقى هو يكون ايه, clever, ماهر او شاطر. طيب number 4 بيقول هنا my mother, امي is very, تكون ايه, she is very nice to others, هي nice, لطيفة مع الاخرين, يبقى هي تكون ايه, طبعا احنا حطينا دايرة على كلمة nice, يبقى تكون friendly, friendly يعني ودودة. طيب number 5 تسنيم is always, دايما بتكون, she never worries, she never worries يعني هي ابدا لا تقلق, ابدا ما بتكونش قلقانة, يبقى هي ايه, يبقى هي تكون ايه, خجولة ولا طيبة ولا شطرة ولا هادئة, يبقى بيقول لي ابدا ما بتكونش قلقانة, يبقى هي دايما بتكون ايه, هادئة, calm, هادئ. طيب هنا number 6 بيقولي this room isn't tidy, هذه الحجرة ليست مرتبة, tidy يعني مرتب, طب isn't قبليها يبقى بتنفيها, يبقى ليست مرتبة, it's really انها حقا ايه, هو عايز يقولي isn't tidy اللي هي not tidy اللي احنا حطينا عليها دايرة من شوية, يبقى بتساوي messy, فوضوي, اكتب فيها فوضوي. طب اقلب الصفحة كده معايا, صفحة 68, هنا في صفحة 68 نكمل بقية الاختيارات. بيقول لي سارة is always, سارة تكون دائما, she worried about talking to people, بتكون قلقانة ان هي تتكلم مع الناس, طبعا احنا حطينا دايرة على talking to people قبل كده, طب اللي قلقان يتكلم مع الناس ده يبقى خجول, يعني ايه خجول, يعني شاي, مهم قوي تحفظ التعبيرات والتعريفات دي. طيب number 8 when I forget my book at school, لما أنا بنسى كتابي في المدرسة, I can my friend's book, I can إيه, أنا أستطيع أن إيه, كتاب صديقي, يعني أنا نسيت كتابي في المدرسة, يبقى أنا أستطيع إيه, share, I can share, يعني يمكنني أن أشارك كتاب صديقي. طيب number 9 جنى is, جنى تكون, she is tidy and careful, هي مرتبة وحريصة, طب المرتب والحريص ده بيكون ايه, بيكون organized يعني منظم, احفظ الكلمة دي, منظم بتساوي tidy وبتساوي كلمة careful, حطينا عليها دايرة برضو واحنا بنقرأ الكلمات. طيب تعالى هنا نعرف معاني الكلمات اللي بالاصفر دي الاول وبعد كده نحل القطعة, طبعا لازم نقرا القطعة مرة واثنين وثلاثة عشان تعرف الحل الصحيح. طيب هنا بيقول لي respect يعني يحترم او محترم, help يساعد, messy فوضوي, clever يعني شاطر او ماهر, bad يعني سيء. طيب بيقول لي هنا I am سما, انا اسمي سما, I have a lot of friends, يعني عندي اصدقاء كثيرة, my friends are all different, جميعهم مختلفين. طيب ركز بقى مختلفين ازاي, زي هم يكونوا ايه, me do homework, يبقى زي ها me homework, يبقى زي help هم بيساعدوني, زي help me do homework بيساعدوني في عمل الواجب, my friend سلمى صديقتي سلمى is always دائما بتكون ايه, طب مش عارفين نقرأ اللي بعديها, she isn't tidy ليست مرتبة or organized وليست منظمة, يبقى سلمى تكون messy فوضوية. طب عرفنا منين, لما قرأنا الجملة اللي بعديها, عشان كده بقولك القطعة لازم تقرأ القطعة اللي هي الفيل ان دي, لازم تقرأها الكمبليت اكمل, لازم تقرأها مرة واثنين علشان تعرف تحلها. طيب بيقول لي هنا my friend نادين, صديقتي نادين is good at math, جيدة في الرياضيات, she is very, هي تكون ايه, اللي الجود at دي يبقى clever, clever يعني ماهر او شاطر, clever.
طيب يبقى دي نمبر 3. My friend يارا صديقتي يارا is polite. Polite يعني مؤدبة. She shows هي تظهر to everyone. طبعا أول ما تشوف كلمة polite يبقى على طول respect. طب لو لقيت respect يبقى polite. واحفظهم مهمين وبيجوا في الامتحان. Respect يبقى respect أول ما لقي polite. طب لقيت polite يبقى respect. يعني إيه respect؟ يعني مؤدب أو مهذب. طب respect يعني يحترم أو محترم. طب polite يعني مؤدب أو مهذب. طيب تعالى بقى نقرأ القطعة كويس ونجاوب على الأسئلة. طيب هنا أنا هترجم لك كل كلمة. الكلمة اللي أنت مش عارفها ما تطنشهاش عشان ممكن تجي لك في طريقة تانية أو تجي لك في الامتحان، ساعتها تقول بقى يا ريتني ترجمتها ورا مسمونة. طيب يلا بص كده معايا وترجم كل كلمة. بيقولي هنا إياد، إياد ولد اسمه إياد، is a new student يعني طالب جديد at school في المدرسة. His he is 13 هو عنده 13 سنة. He feels هو يشعر a bit worried يعني بالقلق قليلا. bit هنا معناها قليلا يعني قلقان شوية كده. Adam is Iyad's new friend at school يعني بيقول لك آدم يكون صديق إياد. طب إيه الأبوستروف إس دي؟ الملكية. أبوستروف إس الملكية بيقول لك إن آدم هو صديق الجديد بتاع إياد في المدرسة. تمام. اللي بعديها ملك اللي قبليها. Adam is going to help Iyad. آدم بيساعد إياد. بيساعده في إيه؟ get to know the school لكي يعرف المدرسة. نو هنا الكي ما بنطقهاش عشان وراها ان، يبقى لكي يعرف الايه المدرسة. هي شوس هو بيظهر له. هم وير هيز كلاس روم ار بيوري له يعني اين يكون الفصول. احمد ادم از فيري كليفر ادم يكون شاطر جدا. اند هي از جود ات ماث وهو جيد في الرياضيات. ده مين اللي جيد في الرياضيات؟ ده ادم. اياد كان اسك ادم اف هي نيدز اني هيلب يعني اياد يمكن ان يسال ادم لو احتاج لاي مساعده. وذ هيز هوم ورك في الواجب بتاعه. اياد فورجيت هيز تكست بوكس هو اياد نسي الايه الكتب بتاعته. because he is a bit messy لانه يكون messy يعني فوضوي قليلا. bit يعني قليلا. Adam is very polite ادم محترم ومؤدب جدا. he offers offers يعني عرض. عرض ان يشارك الكتب بتاعته مع اياد يبقى offers يعني عرض. إياد now is very happy إياد الآن يكون سعيد جدا. and quiet وهادئ. طيب يلا نجاوب على الأسئلة. بيقولي هنا Adam's is إياد's. Adam is إياد's. آدم بيكون لإياد إيه؟ يبقى friend صديق. number 2 underline word يعني إيه كلمة underline word؟ دي بتتكرر كتير يعني الكلمة التي تحتها خط. الكلمة اللي تحتها خط دي مالها؟ بتعود على ايه او معناها ايه؟ means هنا يعني المرادف. مرادف كلمة ميسي معنى كلمة ميسي يعني اللي هي ايه؟ not tidy ليس مرتب. طبعا كل ده اللي احنا حطينا عليه دايرة في اول الفيديو. طيب ادم offers ادم عرض to share his ان يشارك ايه مع يد. يبقى عرض ان هو يشارك معاه. قال لنا ايه هنا؟ اهو الوركشيتس. يبقى نختار الوركشيتس. طيب تعالى نشوف الصفحة التانية. عندنا هنا باقي الاسئلة. بيقول لي هنا how old is اياد يعني كم عمر اياد. يبقى هي از هو كان عنده كام؟ 13 سنة. 13 he is 13 او 13 years old. طيب هنا what is adam good at adam جيد في ايه؟ طبعا هو قال لنا adam is clever and good at math. يبقى نكتب كده good at math جيد في الرياضيات. طيب تعالى بقى نرتب الجمل وركز قوي علشان انا هرقم وانت اكتب عشان وقت الفيديو. بقى انا هرقم معاك
شوف الجملة معناها ايه بعد الترقيم، واكتب كل كلمة معناها بالعربي واحفظها كويس جدا. بيقولي هنا let's، خلي بالك ان let's قاعدة بتاعتها بيجي وراه فعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافة. بيقولي هنا let's share، يعني هيا نشارك. let's share my book today كريم، يعني هيا نشارك كتابي اليوم يا كريم. طيب يبقى let's number one، let's share my book today. let's share my book today وكريم، دي هتبقى اخر حاجة number six. طب هي ليه في هنا كومة؟ علشان كريم ده واقف قدامي وبكلمه بقول له ايه، هيا نشارك الكتاب اليوم يا كريم، او هيا نتشارك الكتاب، بقى معهم كتاب واحد يعني. طيب number two هتبقى do you have all your books yet، يعني انت عندك كل الكتب بتاعتك حتى الان؟ يبقى do you have all your books yet. do you have all your books yet، يعني هل انت معك كل الكتب الان؟ yet يعني حتى الان يعني. طيب يلا نشوف number three. بيقول لي هنا we، يبقى we should help him make friends، يعني يجب أن نساعده أن يكون أصدقاء. يبقى we should، يجب أن نساعده. we should إيه بقى؟ help him في إيه؟ make friends، بس كده. يبقى we should help him make friends. طيب تعال نشوف number four. Number 4 أبدأ بليتس، يبقى let's go meet some of my friends. يلا بقى نرتبها، let's go meet some of my friends. let's go meet some of my friends يعني هيا نذهب لمقابلة بعض من أصدقائي. some يعني بعض من. طب هنا welcome to our school، يعني مرحبا بك في مدرستنا. welcome to our school يعني اهلا بيك في مدرستنا. طيب هنا البونكتويشن، طبعا الاي الكابيتال هتبقى كابيتال كده، حط تحتها خط. بيقول لي I have an extra copy of the worksheets آسر، والاي في آسر وما كتبش الحرف لوحده، طبعا في نقطة في الاخر فمش هنعمل حاجة تاني لان في نقطة في الاخر، وخلي بالك هنا في كومة عشان هو بيكلم آسر، الشخص لما اجي اكلمه احط كومه قبليها وبعد كده اقول اسمه، ده معناه ان هو واقف قدامي وانا بوجه له الايه الكلام. طيب تعال نشوف الجمله الثانيه، هاو داز حازم فيل توداي، الاتش في هاو، حط تحتها خط كده واكتب الكلمه كلها، هاو داز حازم فيل توداي، وحط علامه الاستفهام. طيب بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش يلا اللايك، يلا دوس لايك دلوقتي قبل ما تنسى وتمشي، واعمل اشتراك لو اول مرة تشوفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.